لأن الإمام أمير المؤمنين روحي له الفداء يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة من خردل من الكبر. إذا ذرة تكبر تكون في قلب الإنسان، هذا الإنسان ما يدخل إلى الجنة أبدا. ثم شنو قيمة الإنسان حتى يتكبر على الغير والآخرين؟ بينما القرآن الكريم يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا مهلب، والي خراسان، جابوا له فد قطعة قماش راقي بشت مثلا، أو لبس هالبشت أو هالقماش الراقي وطلع، لكن الطلعة بتفاخر، بتبختر، بتكبر. شاف أحد المسلمين قال له: يا هذا، إن هذه مشيتك تبغض الله ورسوله. هو والي حاكم. قال له: ويلك، أتعرفني من أنا؟ قال له: بلى أعرفك، أنت أولك نطف نذرة وآخرك جيف غذرة وأوسط ذلك حامل العذرة. إذن شنو قيمتك حتى تتكبر على الغير والآخرين؟ بينما القرآن الكريم يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هي اللي تعظم الإنسان، هي اللي تكبر الإنسان في عيون الغير والآخرين، لا الغرور ولا التكبر. مو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: هلاك المرء في ثلاث. هلاك الإنسان بواسطة هالثلاث: الكبر والحرص والحسد. الكبر والتكبر يوصل الإنسان إلى مرحلة الكفر والشرك بالله والعياذ بالله.